أجدد التحية لحضراتكم وأرحب مجددا أيضا بضيفي الكريم العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد أحمد غنيم. والحقيقة يعني كان طلب إن احنا ما نتوقفش كثيرا، لكن لا أنا توقفنا بيقطع الاسترسال في القضية. فأنا كنت بقول بس المصريين اللي جم يشاركوا في هذه المؤسسة وبيعملوا على حافة المعرفة من حيث انتهى الآخر. فأنا ذكرت بعض النماذج نستطيع، يعني في ناس كتير تانية، في ناس بتشتغل في الدكتور سامي علي، اشتغل في الشيخوخة. ايه الشيخوخة ليه؟ في احنا قلنا شعبان خليل ده بيشتغل في الفيزياء النظرية، ما هو مثلا الدكتورة جت لنا من جامعة فلوريدا الدكتورة مروان عمارة تشتغل في الخلايا الجذعية. جه لغاية دلوقتي 24 واحد يعمل معاهم 110 من الباحثين. ده الوضع اللي موجود على الأرض حاليا. وضع أنا شخصيا مندهش إنه يحصل هذا التقدم على الأرض في 9 أشهر. عظيم. يعني ما كانش في ما كانش في مكان تاني تبنوا هذا المشروع فيه يا دكتور؟ يعني صحراء مصر واسعة، يعني ليه جامعة النيل؟ ليه تطردوا الطلبة وتسطوا على أنا بنقل لحضرتك الكلام اللي بيكتب. أنا أقول لحضرتك يعني حاجة، لا علاقة البتة بين هذه المؤسسة ومشكلة جامعة النيل. إزاي يا دكتور؟ أنا قلت لحضرتك أن كان في مشروع سنة 2000 واتحط في الإضراب. صحيح دكتور زويل. 2006 الحكومة المصرية دكتور أحمد نظيف ومجلس الوزراء وافق على منح المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي حق الانتفاع بجزء من الأرض دي 127 فدان لإقامة جماعة لا تستهدف الربح. ما كانتش أبدا جامعة النيل تستهدف الربح وتسمى جامعة أهلية، لكن إنشائها كان تحت مظلة الجامعات الخاصة لحين صدور قانون لإنشاء جامعات أهلية، وبعدين هم يقدروا يتوافقوا. لغاية دلوقتي الوضع ده ما تغيرش، الأساس القانوني ده ما تغيرش لغاية النهاردة. ماشي، لا ضرر لأحمد زويل له دور ولا حد، خلاص الموضوع بتاع أحمد زويل في الدرج. وجامعة النيل اشتغلت وما زالت حتى الآن بتعمل في مباني موجودة في القرية الذكية بالإيجار. لا خلاص تمام. في فبراير 2011 بعد الثورة، بس خلوا بالكم دي بعد الثورة، حصل حاجة غريبة جدا 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 لازم الناس تعرفها. اتفضل يا دكتور. ان مجلس امناء المؤسسه المصريه لتطوير التعليم التكنولوجي برئاسه المهندس عقيل بشير وبالتنسيق هاتفيا، انا بقول موضوعي، مع 13 عضو في الامانه مع تخلف واحد بس تعذر التواصل مع المهندس فخري عيد بس. عملوا ايه دول يا دكتور؟ عمل ايه المهندس؟ بس بالتليفون. انا ماليش، انا مش رجل قانون. اتفضل. ما اعرفش بقى قرارهم ده صح ولا غلط. اتفضل. ولا قانوني مش ده ما يهمنيش، لكن قالوا ايه؟ موافقه مجلس امناء المؤسسه المصريه لتطوير التعليم التكنولوجي على التنازل بصوره نهائيه وغير مشروطه عن حق الانتفاع. عن ال 127 فدان دول. ايوه فندم. اللي هو ممكن لصالح، بس لسه لصالح الدوله يا دكتور، لصالح وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتيه. ليه وزاره الاتصالات؟ المبنيين بتوعها هي اللي بناتهم؟ نعم فندم. ليه لوزاره الاتصالات؟ لان كانت هذه الارض فيما يبدو مخصصه بادئا ذي بدء لوزاره الاتصالات. الارض ولا المباني يا دكتور غني؟ لسه المباني ما جاتش على الارض. لسه المباني دي قصه ثانيه. انا بطلب شهاده سيدة رفيعة ومحامية قديرة كانت عضوا في هذا المجلس،
ووافقت على هذا الإجراء، على التنازل، أي أو شاركت في الموافقة على هذا الإجراء. الدكتورة منى ذوالفقار ويطلب شهادتها حقوقية. أرجو أن إذا نتمكن يقولوا تقول لنا لا طبعا إيه اللي حصل، استأذنكم لو ليه وتليفون وعجلة عن أسباب التنازل عن الأرض ليه ترجع تاني لوزارة الاتصالات، ترجع لتاني للدولة. التنازل اللي تم في عهد الفريق أحمد شفيق مع وقت ما كان رئيس وزراء. تمام، ثانية هنجيب أصل في موضوع أحمد شفيق ده، في معنا الدكتور ده معانا الدكتورة منى، الزملاء جاهزين. أستاذة منى مساء الخيرات. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. الحقيقه موضوع شائك وشاغل الراي العام من فتره طويله، لكن احنا معانا دكتور محمد غنيم وهو رجل غني التعريف وقيمه وقامه، وحضرتك كمان لك كل التقدير والاحترام. هو بيستشهد بسيادتك في موضوع التنازل اللي عملته او اللي عمله مجلس امناء جامعه النيل في فبراير 17 فبراير 2011، المؤسسه المصريه للتعليم مش جامعه النيل. إيه هل حضرتك كنت عضو مجلس امناء فعلا؟ وهل تنازلت عن هذه الارض يا فندم؟ انا عضو مجلس امناء مؤسسه في هذه المؤسسه الاهليه اللي هي تاسست بغرض انشاء جامعه النيل. تمام. لانه زي ما سمعتوا اكيد كتير انه ما كانش فيه غير قانون الجامعات الخاصه. تمام. وكانت وجهه نظرنا انه كل الجامعات الخاصه الاخرى كانت بتاسس شركات مساهمه وتبقى بتسعى لربح بحكم الضروره، فاحنا قررنا هنا ناسس مؤسسه اهليه لا تسعى للربح عشان هذه الجامعه البحثيه الاولى تبقى حقيقي هي جامعة خاصة من الناحية القانونية، لكن ملكيتها لمؤسسة أهلية لا تسعى للربح. وده كان محاولة لأنه القانون ما كانش بيسمح بالجامعات الأهلية لا تسعى للربح في ذلك الوقت، في حين إذا ما سمحت الأمور يتم تحويلها إلى جامعة أهلية. لما طلع قانون الجامعات الأهلية في 2009 تقدمت الجامعة عشان توفق أوضاعها، وأعتقد لغاية دلوقتي لم يكتمل هذا التوفيق. اللي حصل قبل الثورة انه كان في شكاوى وبلاغات اتقدمت، وتتذكروا انتوا كان في حملات صحفية ضد جامعة النيل، وكنا كلنا الحقيقة متأثرين جدا لان مشروع الجامعة كان مشروع ناجح، الطلبة كانوا ناجحين وكان بيعملوا ابحاث، وكانت تجربة الحقيقة الواحد يعتز بيها. حصل هجوم كبير جدا على الجامعة في ذلك الوقت، ما كانش على الجامعة قد ما كان على الحكومة بيتهمها بأنها أهدرت المال العام وخصصت لهذه الجامعة وهي جامعة خاصة من الناحية القانونية أموال وزارة الاتصالات. فدي كانت فيها تحقيقات قبل الثورة. عظيم. والتحقيقات دي بعد الثورة مباشرة كلموا يعني أو أثبتت أنه في مخالفات، المخالفات دي من جهة الحكومة انها ازاي الارض دي تخصصت للجامعة للمؤسسة انا اسفة بغرض انشاء جامعة النيل، وانه المؤسسة لم تنشئ الجامعة وانما اللي انشأ الجامعة مباني الجامعة يعني المقصود هو وزارة الاتصالات. صحيح. فاعتبروا انه دي مخالفة، وانه تصحيح المخالفة يكون برد حق الانتفاع في الارض، لانه باعتبار ان المؤسسه ما بنتش منشات الجامعه من اموالها وانما اللي بنتها الحكومه من اموال عامه من اموال الدوله. صحيح. فبالتالي يبقى لازم تصحيح الخطا يبقى بالتنازل عن حق الانتفاع، رده لاصحابه مع وعد، يعني التنازل ده تم مع وعد انه جامعه النيل لن تدار وانه هتتحل مشكلتها، وانه ده تصحيح للمخالفة القانونية اللي وقع، لانه في ذلك الوقت طبعا تتذكروا انتوا بعد الثورة كمان كان المناخ ازاي، فقالوا هتتحل يعني نصحح الخطأ، ثم صندوق تطوير التعليم اللي هو ممكن بيدعم الجامعات الاهلية بعد ما تتوفق اوضاع جامعة النيل هيتم علاج هذه المشاكل وتسوية هذه المسائل، لانه يعني كان الاتفاق انه في حق انتفاع بالارض. لازم تفتكروا ان الارض دي عمرها ما كانت ملك حد، ولا ملك جامعة النيل ولا المؤسسة الاهلية، ولا هي دلوقتي ملك
ولا ملك مدينة زويل دي ولا ملك مدينة زويل، هو بالظبط حق انتفاع. أيوه. فاللي حصل في ذلك الوقت هم هو انه حصل ده وطلب تصحيح الوضع، ووعدوا الحكومة وعدت كمان في ذلك الوقت انه صندوق تطوير التعليم هيحل مشكلة جامعة النيل على الفور، وانه لن يدار طلب كان الجامعة. كان افق الحل شكله ايه يا دكتورة؟ يعني هل يدفعوا يعني ثمن الارض والمباني، ولا يشوفوا مكان تاني يدهولهم حق انتفاع ايضا، ولا ايه المعلومات اللي توفرت عند سيادتك في هذا التوقيت؟ كل الاحتمالات كانت مفتوحة في ذلك الوقت. ما كانش اولا لازم يعني اؤكد انه مشروع مدينة زويل ما كانش موجود خالص، يعني ما ولا كنا سمعنا عنه. ده كان انتهى، انا كنت عارفاه من سنة 2000 وانتهى واتقفل الملف ده، ومحدش بيجيب سيرته ولا حد عارف عنه حاجة. يعني ووقت ما اتنزلته عن الارض ما كانش مطروح خالص مشروع زويل، مش مطروح خالص، ولا الموضوع ده كان في فبراير يعني بعد الثورة على طول، ولا كان في مشروع، ولا كان في هذا الموضوع مؤسسة زويل، ولا مدينة زويل، ولا مشروع النهضة، ده كان مطروح ولا أي حاجة. كانت المسألة كلها محاولة لتصحيح خطأ حصل. الحقيقة مش بسبب يعني الخطأ، ما كانش حصل من ناحية المؤسسة الأهلية دي، كلها متطوعين، يعني احنا أعضاء مجلس الأمناء متطوعين. نعم. وكنا بنشتغل عشان نقوم هذه الجامعة اللي كنا متصورين وما زلت انا متصوره انها لها دور مهم، واتمنى انه مشاكلها تتحل. عندنا النهارده مشروعين، مشروع جامعه النيل ومشروع القومي للنهضه العلميه اللي هو بتاع مدينه زويل. مصر محتاجه للاثنين، والمشاكل لازم نلاقي لها حل، وبحيث انه الطلبه اهم حاجه ان الطلبه لا تدار، وانه جامعة النيل تستمر في اداء عمل، تستمر، وايضا مشروع النهضة لمدينة زويل يستمر، لانه هو اللي فعلا عندنا امل انه ينشئ قاعدة علمية لانتقال مصر للقرن 21. كلام محترم. أنا مشكر سيدة مصرية وطنية على هذه الفقر، كانت شاهدة على هذا يعني الامر. شكرا جزيلا استاذة منى. شكرا جزيلا. تلخيصا، ان كان هناك مخالفة ظنت الحكومة آنذاك ان هم لازم يتنازلوا، وبعدين لما وافقوا اعضائها على اوضاعها هيبقوا يشوفوا حل لجامعة النيل لما يوفقوا اوضاعها. وهي منى هانم اشارت ان الدكتور زويل مش في الصورة. دي قضية او مشكلة بين مؤسسة والحكومة المصرية، بلغات ومشاكل قضائية وكده. هم كمان بعديها بيومين تنازلوا حتى عن حاجات تانية، عن كافة التجهيزات التي تمت بتمويل و40 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما قد يأتي من التبرعات المخصصة لإنشاء الجامعة. ده كله تنازلوا عنه. دور الدكتور أحمد شفيق حاجة واحد، هو قبول التنازل. مجلس الوزراء قبل التنازل، لكن بس انا عاوز ذهنه انه ما فيش زويل الدكتور زويل الدكتور زويل ولا ليس الدكتور أحمد زويل في الصورة. وهنا أؤكد بقى حاجة، أن ما يتطرق إليه بعد التصريحات والتحليلات أن حصلت مقاصة بين الدكتور أحمد زويل وأحمد شفيق، أن هندي لك الجامعة وما تخشش سباق الرئاسة، طبعا شيء عاري من الصحة، غير موضوعي وغير أخلاقي. لأنه يبقى زويل مش في الصورة، أحمد شفيق عمل حاجة واحدة، قبل التنازل. بس ده فبراير 2011. تمام يا دكتور. مؤسسة زويل او قصة مشروع هذا المشروع تبان امتى تاني؟ ده كان سؤال لسيادتك، امتى بدأ فكرة مشروع مصر القومي واستدعاء الدكتور زويل او الحديث عن المشروع؟ اول حاجة بتحصل على الارض لها شكل في اكتوبر 2011. في اكتوبر؟ امال ايه؟ يعني 8 شهور تقريبا. فقصة المقاصة دي الحقيقة يعني الحقيقة طب اللي يكتب عنها لا مش تمام مش تمام مش تمام وغير صحيحة البتة. تمام. مؤسسة زويل أو مؤسسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ليس لها علاقة بالإشكال بين جامعة النيل والحكومة المصرية. عظيم. خالص. عظيم. فلا حد اغتصب ولا حد خد. يعني كلمة اغتصاب كلمة يعني غريبة أنها تقحم
في هذا السياق. كل اللي فيها بقى وعيد تخصيص الأرض اللي هي تنازلت عنها النيل في ده في أكتوبر 2011 قرار مجلس وزراء كان وقتها المهندس عصام شرف أو الدكتور عصام شرف الموافقة على استخدام شو بقى دي مدينة زويل علوم والتكنولوجيا مشروع مصر القومي للنهضة العلمية المباني والمنشآت المقامة على الأراضي التي خصصت لوزارة الاتصالات يسمح شوف لسه يسمح ودي أراضي مملوكة للدولة وقانون المقدم لهذه المؤسسة بيقول هذا المشروع القومي هو ملك للدولة مثله تماما مثل جامعة القاهرة أو منصورة أو خلافه عظيم ده موضوع لا هو جامعة خاصة ولا هو جامعة أهلية ولا هو مؤسسة اجتماعية ولا كلام من ده مشروع قومي تمتلكه الدولة المصرية يمتلكه ويساهم فيه الشعب المصري ده عظيم كده فدي أول واحدة القرار ده في اكتوبر 2011 دي كانت البداية الحقيقية طبعا لبدء أول المشروع قبل حاجة أول كده ما كانش فيه بداية شكلته طيب. مجلس الأمنة وحضرتك انضميت لي بقى بدعوة شكل مجلس الأمنة ووافق عليه مجلس الوزراء هنا ابتدت طب كان فين جامعة النيل في التوقيت ده سمحت جامعة النيل في القرية ذكية ما دخلتش المباني والأراضي دي بحق انتفاع أو لهم معامل يستخدموها كل في يناير 2011 دخلوا مرة واحدة أو يمكن مرتين وحول الأسباب فضل. مرة عملوا عرض لما قدموه من الأبحاث على هيئة لوحات ومرة حفل التخرج حينما ذهبنا لهذه المنشأة لم نجد جهازا علميا للأمانة لقينا حاجة واحدة شبكة اتصالات من الألياف الضوئية عشان الأمانة لكن لقيناش جهاز محطوط ولا يعني ابسط ما فيش ولا جهاز يعني عشان فالتدريس لم يبدا دخول العمليه التعليميه والبحثيه في ذلك المكان ما حصلش تمام. عشان ابقى تمام حصل هذا فابتدى يبقى في مشكله بعد التخصيص طب هنعمل ايه في النيل كلام رايح وجاي وزير التعليم ايه وزير مش عارف ايه خلاص فقلنا عقد اجتماع في ديسمبر 17 ديسمبر 2011 من حسن الحظ او سوءه بقى انا كنت طرف فيه حضرتك قاعد وممثل لجامعه زويل لمدينه زويل مثلا والمشروع انا كنت دكتور احمد زويل وانا يعني شرف ليا كبير جدا وكمان جامعه النيل كان لها ثلاث مؤسسين دكتور طارق خليل دكتور مصطفى غانم دكتور حازم عزت عظيم دكتور طارق رئيس الجامعه جامعه النيل قعدنا نشوف ايه الحكايه ايه اللي يحصل ده ما هو مستقل جامعة النيل ما علاقتها بمدينة زويل وللعلوم أو مدينة مش عارف فيها واتفاق ده انتهى بمذكرة تفاهم مذكرة تفاهم يعني علشان لسه تتعرض على مجلس الأمناء وعشان تتكتب بقى بشكل دقيق وقانوني وكذا فالورقة دي مكتوبة بخط اليد والخط اليد ده بتاع يعني برضو ليه الشرف ان انا كنت كاتبه انا اللي بكتبه يعني بيملوني انا بكتب انا مش حاجة وممضي من 2 و3 5 في 5 امضاءات يا سلام علي توقعات ممثلين جامعة النيل وسيادتك والدكتور احمد زويل وكان هذا هو الحل الوطني لمصر الحقيقي الحل الوطني طبعا اللي هو ايه الوطني حضرتك ما تقلقش عليه ينتقل اعضاء هذه التدريس والباحثون وطلبة الدراسات العليا بجامعة النيل بكامل هيئتهم الى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نادي اول بند عظيم يعني انتوا كنتوا معنيين بحل الازمه والاستفاده من الشباب الرائع والباحثين المتميزين في جامعه هل تعتقد ان مجلس امناء جامعه زويل او دكتور زويل لا يعتني بامر مستقبل الطلاب والباحثين في اي جامعه بينها جامعه النيل يعني هو في وسائل اعلام الفتره الاخيره روجت هذا الكلام وحضرتك تعلم هذا الكلام وفي هجوم حتى طال شخص الراجل يعني كل الاختلاف من سنه الخلق وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد خلاف طبعا أعمل إيه بس بعدين معلومات دقيقة ما أنا بس أنا بقول لك أهو أدي واحدة طيب سوف يتم تقييم أعضاء التدريس مش تقعد النيل بس وغيرهم اللي جايين من جامعة القاهرة اللي جايين من المنصورة اللي جايين دوريا بالمعايير العالمية اللي أنا قلتها قبل كده
اشوفك طلعت ابحاث في معايير علميه الجميع يخضع لها على السواء. الطلبه بقى لسه. طيب قبل ما حضرتك تقول الثالث، هل هم تخوفوا ان دي تكون تاكئه للتخلص من اعضاء هيئه التدريس؟ مش حاجه اسمها تخلص، احنا بنتكلم أنا رجال، بحاول اشوف مخاوفهم يا دكتور. يعني رجال بتتكلم مع رجال وبتكتب ورقه يتم اعاده صياغتها بدقه قانونيه، لكن دي كانت مذكره تفاهم عظيم بين ناس احنا مش قانونيين لكن بنقول احنا اتفقنا. تمام. طيب البند الثالث في مذكره التفاهم، لا الطلاب، الطلاب في طلاب موجودين حاليا كانوا موجودين في جامعة النيل في مراحل مختلفة. مظبوط؟ بيدرسوا يعني في القرية الذكية. وبيدرسوا في القرية الذكية. شوف بقى بيقول ايه؟ يستكمل طلاب مرحلة البكالوريوس الحاليين بجامعة النيل إلى حين تخرجهم مع منحهم الدرجة العلمية من جامعة النيل. يعني هيجوا مع أعضاء التدريس اللي هم وكده وهيدوا لهم مناهجهم ويخلصوا وياخدوا الشهاده، وقالوا هؤلاء الطلبه حق الاختيار في الحصول على هذه الدرجه العلميه باسم يا جامعه النيل يا جامعه الزويل. ده اللي موجودين خيرتوهم هم، هو حر. عظيم، كويس، ده تفاهم عظيم جدا. لكن الجدد بقى حاجه تانيه، اللي الطلبه الجداد. الجدد لا بقى. بعد الثانويه العامه لا، سوف يتم منح الدرجه العلميه لمرحله البكالوريوس للطلبه الجدد من جامعه زويل. دول لهم بقى مناهج تانية، وأعضاء التدريس اللي دول هيشاركوا زي حبه، ويعني قصة ومناهج تانية وعلوم تانية وقصص من كده. عموما ده حل عادل حتى الآن يعني. ولماذا شوف بقى سمحت، ما هو الكلام بقى سوف يقعد اجتماع بقى في القريب العاجل لدراسة وتقييم الأوضاع المالية والإدارية. توطئة لتكامل جماعة النيل مع مدينة زويل. عظيم. رد يوم ده كان 17 ديسمبر 19 ديسمبر عقد اجتماع مجلس امناء زويل وافقوا بيقول اجماع ماشي. مين مجلس امناء زويل يا دكتور؟ في مجلس امناء عالمي لو يعني عام نقول عام، وفي مجلس تنفيذي. العام ده في 7 حائزين على جائزه نوبل من بره مصر. طبعا احنا هو في جائزه نوبل، اللي حائز جائزه نوبل في مصر توفى خلاص. في المنصوره هياخدوها ان شاء الله. تلامذة حضرتك في المنصوره هياخدوا نوبل ان شاء الله. ربنا يفتح عليهم ان شاء الله. وبالاضافه بقى الى الدكتور مجدي بيه يعقوب، الدكتور فاروق البياز، الدكتور مصطفى السيد، الاستاذ الدكتور محمد ابو الغار، الاستاذ الدكتور احمد بيه عكاشه، الاستاذ الدكتور احمد جلال صاد، الدكتوره لطفيه النادي، معلش يمكن اكون اسماء مش وارده، لكن انا الاستاذ الدكتور محمد غني. يعني مش مشكله، مش مشكله. تمام، ما فيش مشكله. انا بس حبيت استوقف حضرتك عشان الساده المشاهدين برضو ياخدوا فكره، مش مشكله يعني. مجلس الامناء بيجمع يعني مجموعه من خيره ابناء مصر وعلماء. فقال لك كلام يعني وافقنا على هذا الاطار، وانا كنت اتصور في تلك اللحظه انا هو الاطار المناسب والذي يحقق مصلحة الوطنية المصرية. دي رؤية الدكتور محمد غني ورؤية مجلس أمناء أيضا ورؤية أحمد زويل أيضا في ذلك الوقت. لماذا لم يدخل حيز التنفيذ؟ ما نحول أحد. لا، هو رد مجلس أمناء جامعة النيل بخطاب لسه دي قال بقى إيه؟ الموافقة من حيث المبدأ على مجال مذكرة التفاهم وشاء اندماج جماعة النيل في مدينة زويل. شوف بقى اندماج جامعة النيل في مدينة زويل العلوم. المشروع لكن بقى لسه بقى الجملة، مع التأكيد على أن يراعى في الاتفاق الحفاظ على الكيان الأكاديمي والبحثي لجامعة النيل. يعني كيان داخل كيان. فعش ليه يا دكتور؟ ما ينفعش أن في مؤسستين بيعملوا في إطار مالي مختلف وإطار إداري مختلف وتوجه أكاديمي مختلف. احنا قلنا في فترة انتقالية لغاية طالما تتخرج، دول هيشتغلوا كده، لكن بعد كده في مناهج جديدة، في باحثين، في فروع من العلم جديدة، اللي بيحب يكمل معانا يكمل، اللي يحب ده مفيش حاجة تبقى لها راسين. هو معلومات اللي حضرتك عن جامعة النيل اللي هم بيشتغلوا في فرع واحد من الأبحاث يا دكتور ولا هم بيشتغلوا في اتجاهين رئيسيين. يعني في اقتصاد
ما يعرف الاقتصاد الام بي اي اللي هو دراسات الاقتصاد، وفرع اخر اساسا في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ده الفرع. وده موجود في مدينه زويل وهي اكبر واعم واشمل. لا مش الفكره تكنولوجيا المعلومات والحاسب الالي وخلافه، دي بقت علوم او معارف تطبيقيه وفوق راسنا وزي الفل ونحترمها طبعا، لكن مدينة زويل توجهها مختلف وسقف الشغل بتاعها مختلف. تمام؟ طيب. ما فيش حاجه. طيب. لا ده اللي حصل. توقف الاتفاق خلاص كله في طريق فشل يعني هذا الاتفاق يا دكتور. فتم رفض وقعدت دلوقتي من يناير بقى الفترة دي لغاية بنتكلم في 9 شهور اهو يا دكتور، لغاية الشهرين الثلاثة لما ابتدأ العام الدراسي بقى قرب، والطلبة استخدمت الطلبة كرأس حربة للاحتجاج، هم لهم حق الطلبة ونحن حريصون على مصلحة هؤلاء الطلاب حرصا كاملا. تمام؟ في مشكلة، مشكلة ان في تعثر مالي، ماشي ما انا ملاش دعوة بالتعثر المالي ده، بيقال دي ارضنا دي مبانينا لازم نخش، يعني انا دلوقتي ملكيه الارض دي ملكيه للدوله وقد اعادت تخصيصها لمدينه لمؤسسه اخرى، فيعني ارضنا دي وبتاع دي مش مظبوطه. نمره 2 مش قادرين نستمر، مش انا اللي بقول يعني، في عدم قدره في القريه الذكيه، في مشاكل ماليه، في تعثر مالي. فحصل اجتماع مع لجنه وزاريه من اسبوعين تقريبا. في لجنه مشكله من 5 كان الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي عندنا هنا الحقيقه من قال وقال وصلوا بعد ما درست الموضوع وصلوا لاحقيه مدينه زويل، يعني دي مش دي موضوع القانوني انا معرفش. وكمان بحثوا زي ما الدكتور مصطفى قال لنا ان هم هيدوا مكان حق انتفاع لفتره انتقاليه لجامعه النيل فيما كان يعرف سابقا بمدينه مبارك للتعليم في 6 اكتوبر او المدينه التعليميه. يعني حضرتك بتستبقني اصل الدكتور مصطفى مسعد قال لنا الكلام ده مكان سيادتك، فانا اسف انا اسف. اتفضل. احنا برضه بنسعى لمصلحه الطلبه. اتفضل يا دكتور. ونحن احرص على مصلحه طلبه النيل من اي حد تاني. فايه بقى؟ في الاجتماع كل واحد قال، أو طبعا احنا اجتمع معانا كان وزير التعليم ووزير العدل ووزير الاسكان ووزير الاتصالات ويعني عظيم. وهم اللي قالوا مش احنا اللي قلنا ان في جامعتين مش قادرة تدفع إيجار المباني الموجودة في القرية الذكية، كما أن هناك رغبة إن هم ياخدوا مبنى إضافي كمان، بس ما فيش عندهم فيش قدرة مالية. فتم الاقتراح وافق عليه وزير العدل والمجتمعون بقى، إحنا اقترحنا قلنا طيب إحنا مستعدين أن نساهم في سداد ذلك الإيجار لمدة 3 سنوات حرصا على مصلحة الطلبة، لأن الحل للطلبة ده أن يخش بكرة يشتغل وياخد درس كان في رأينا ليس انتقاله إلى المدينة التعليمية في 6 أكتوبر، المعامل بتاعته القديمة موجودة، ده موجود، سدد الإيجار خش اشتغل بكرة. ده كلام جديد انا بسمعه لاول مره. عادي يعني مجلس امناء مدينه زويل عرض انه يتحمل، وقلنا فيها وقررنا في هذا الاجتماع ان هذا ليس ولا يعكس ضعفا في المركز القانوني، لكنه موقف اخلاقي اخلاقي من اجل ابنائنا الطلب ابنائنا الطلب. ف مش عارف مين قال لا ده هم بيقولوا كمان إن من التبرعات الذاتية لجامعة النيل وانشئت تلك الشبكة للألياف الاتصالات اللي سيادتك قلت عليها وتكاليفها 40 مليون جنيه. قلنا حاضر ندفع ال 40 مليون جنيه في مقابل سندات، يعني مستندات أسف، لو في مستندات هات وهنسدد دول كمان برضو من أجل أن يتمكن الطلبة في مرحلة البكالوريوس عددهم 88 من مواصلة، عارف لو واحد
أو ألف ما تفرقش. صحيح. لكن لابد هناك مسؤولية. ده كلام عظيم. تمام؟ مسؤولية. عظيم. كمل. وفي الثلاث سنين دول يتم توفيق أعضاء هذه الجامعة وتصبح جامعة أهلية، وتباع الاتفاق مع الحكومة تدي لهم أرض بتخصيص أو يستمروا في القرية الذكية أو ده موضوع يدي فترة تنفس. عظيم. لحد علمي إن بعد الاجتماع ده اجتمعوا مع النيل تاني، وفيما يبدو إنه هذا الاقتراح لم ينل رضا النيل، فقامت الحكومة بمبادرة اللي هي نشرت في الصحف حق انتفاع إن هي ينتقل جامعة النيل إلى مباني المدينة التعليمية اللي كانت تعرف مدينة مبارك التعليمية سابقا في 6 أكتوبر. أنا ما أعرفش بقى الإمكانية التنفيذية العملية لهذا، لكن ده برضو اقتراح الحكومة. ده اقتراح الثالث برضو فيما يبدو لم ينل الموافقة، والطلبة استمر الاعتصام، عملوا ما فيش مشكلة. أنا يعني أدعي أنني جوا أسوار المدينة وما يجراش حاجة. كان عندكم الباحثين والموظفين لا كانوا بيخشوا، ما فيش مشكلة. ما سمحت لي، لا مش مشكلة. أنا أدعي أن أنا يعني أنتمي ولو بهامش ضئيل إلى الثورة، ده صغير ما حدش يقدر يزايد على الموقف الوطني ده. فإحنا بنقول يا أخوانا التظاهر السلمي والاعتصام من أجل حق، خلاص مفيش مشكلة. طلبة قاعدين، الناس بتخش وتخرج ويعملوا عملهم إلى أن صدر هذا القرار أو البيان الوزاري. عظيم. قرر المعتصمون إنهم يمنعوا دخول العاملين والأساتذة. حصل احتكاك وشد وجزم، هو نتج عنه حاجة أنا بلوم أبناء الطلبة عليه، إن هو يعني تم الاعتداء يعني على أحد أعضاء التدريس المبجلين دكتور يحيى إسماعيل. يعني نتج عن هذا الدفع إنه وقع الراجل كسر إيده وكسر إيده. يعني أنا بلوم، لو ابني ألومه لوما شديدا. صحيح. في اليوم التالي بناء على قرار من النيابة العامة تدخلت قوات الشرطة لفض هذا الاعتصام. يعني هو فض اعتصام ولا تنفيذ لقرار النيابة العامة؟ النقطة دي قانونية أنا عايز استوقفها، أنا مش قانوني يا دكتور محمد. لا، في قرار النيابة العامة، لأن أنا فهمت أن الأستاذ رجاء عطية أنه في قرار تمكين أو كف تعرض من المحامي العام لأكتوبر لصالح الممثل القانوني لمدينة زويل. بالتأكيد هذا القرار صدر بناء على ورق قدم. أيوة، ماشي. يعني التفاصيل القانونية اعذرني انا مش قانوني، انا بقول اصل ما في على قرار تنفيذ النيابه تم الاعتداء على الطلاب وتم فض الاعتصام بالقوة والشرطه سحلت الاولاد وما الى ذلك. لا، هو في قرار من النيابه ان الشرطه تخرجهم. فالشرطه راحت، الشرطه بتقول والله احنا قعدنا تعبنا معاهم اربع، احنا كانوا متصورين عندنا وشفنا. لكن انا بلاقي موقف ان استخدام العنف، انا بقولش بقى مع الشباب والطلبه، من قبل الشرطة مع أي مواطن مصري، سيبنا بقى من الشباب، مرفوض تمام. العنف المفرط مع أي مواطن مصري بعد ثورة 25 يناير مرفوض تماما. الشرطة لو أخطأت فهو خطأ شرطة مع مواطنين، برضو جامعة ملهاش طرف، ما عندناش احنا القوة البدنية ولا التنفيذية نحن. فده الوضع الوقتي. ده الوضع الوقتي. احنا بنقول في النهاية اتفضل مصلحة طالبة النيل في مرحلة البكالوريوس تعنينا كل العناية ونوليها كل الاهتمام، وقدمنا ما نستطيع ان نقدمه، ما نستطيع يعني اللي نقدر عليه. نرجو ان يحصل قبول المقترح اللي هو يخلي الطلبة بكرة تخش. الطرحين اللي سيادتك اتكلمت فيهم، إما قبول لا، ما اللي يخش بكرة بقى ده عشان الطلبة هو موضوع الإيجار وكذا وكذا. ده يعني
يخش فين؟ مدينه زويل ولا القريه الذكيه في مبانيهم؟ القريه الذكيه، التاجير ده في قريه ذكيه. يعني مجلس امناء مدينه زويل بيرفض تماما فكره انه دخول طلبه. ده مش بيرفض بقى، هو اللي رفض مدينه زويل. بقى حرام عليك بقى. لا لا، ما بستوضح يعني الفكره الاندماجيه. بستوضح يا دكتور، انا بقولتها قبل كده. هو الفكره الاندماجيه دي ده احنا وافقنا عليها بعد 48 ساعه. ما هم هم رافضين المقترحات دي وعايزين الارض بالمباني. والله يبقى ده بقى عشان نبقى موضوعيين. هيدفعوا 450 مليون جنيه قيمه المبنى، وربما مليار قيمه الارض في الشيخ زايد. يبقى مين صاحب قرار بقى ده؟ حكومه الدوله. عظيم. ويبقى نرجع تاني ان هذه الامر الخلافي بين النيل والدوله. انتوا اذا الدوله قالت بقى والنبي احنا هاتوا لنا اربعه ومش عارف ودفع ودفع وقالوا لنا وخدوا وامشي انتوا، ده قرار الدوله. وفي هذه الحالة سوف يتأخر الخير الناجم عن المشروع القومي اللي أنا بقول العظيم، وليس دفاعنا دكتور أحمد زويل، أنا دافع عنه جدا فيما يختص بالاتهامات والصفات الظالمة له حقيقة، لكن أنا بدافع عن هذا المشروع أيضا مهم. هذا المشروع الذي سوف يكسب مصر في وقت ليس بعيد بقوة ناعمة، ويمنحها إذا استلزم الأمر القوة الخشنة. المقصود يعني البعض بيرى أنه ربما يتأفف الدكتور زويل ومجلس الأمناء و لا متأففش على إذا كانت يتروح البلد. لا 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 لا، يعني لا, 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 لا ألم الدكتور غنيم الهجوم الشخصي اللي تعرض ليه شخص الدكتور زويل يا دكتور؟ نعم، الهجوم الشخصي اللي تعرض ليه الدكتور زويل في ظلم بالغ وغير موضوعية، وفي بعض الأحيان غير أخلاقي. طب لماذا لا يرد ويخرج الى الراي العام، يعني يوضح الحقائق؟ فيه هناك غياب للحقائق يا دكتور، والناس في الشارع بتقول اذا كانوا العلماء بيتخانقوا مش قادرين يحلوا. لا 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 لا، ده كلام يعني كلام ايه بيسطح القضيه. الموضوع طرح عده مرات على الراي العام من ناحيه قانونيه في اكثر من لقاء مع ناس قانونيين وشرحوا الموضوع. اتعمل اكتر من لقاء تلفزيوني مع الدكتور زويل وشرح ابعاد الموضوع ومكوناته، وادي احنا بنشرح للناس يا اخوانا ادي كده هذا الموضوع لجامعة مؤسسة 8 مراكز بحثية بالاضافة الى منشأة ثالثة ضخمة مهمتها تحويل نتائج البحوث المعملية الى إمكانية تطبيقية في الصناعة والزراعة والطب وخلافه. طب عشان نقفل الموضوع ده يا دكتور، هل حصل اتصال مؤخرا خلال اليومين الأخيرين بأحد أعضاء مجلس الأمناء بالدكتور عبد العزيز حجازي، وهو رجل بالتأكيد كان رافض حتى سلوك الطلبة في البداية أول ما بدأوا الاعتصام، بالدكتور إبراهيم بدران؟ يعني هناك أعضاء في مجلس الأمناء يعني وصلتوا ليه يا دكتور، وأنا عارف إن هم حتى أصدقاء لسيادتك يعني في علاقة؟ ده أساتذتي إبراهيم بيه بدران، ده أستاذي العظيم دكتور عبد العزيز الحجاجي رئيس وزراء مصر أبان 73 والعبور. احنا بنطرح قضية وهم بيطرحوا وجهة نظر مختلفة. نحترم الاختلاف. تمام. والحكومة اتعرض لها وجهتي النظر وقررت قرار. كل ده لا يعنيني، يعني يعنيني امرين. 86 طالب دول يستمروا، يا سلام، وان هذا المشروع ما يتاخرش يوم واحد، مشروع مؤسسة المعرفة والتكنولوجيا المصرية الحديثة المعروفة بمدينة زويل. الحلول ولا ده؟ الحلول موجودة في عدة اطروحات يعني وقابله للتنفيذ الحقيقه، في عدة اطروحات، لكن المهم
أن تخلص النوايا وأن نعلن من القيمة والمصلحة العليا ونضع مصر هي الأساس. يعني أعتقد دكتور محمد غنيم ولا أحد يزايد على 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 الرجل، حط لنا ووضح لنا الأمور كاملة فيما يتعلق بأزمة جامعة النيل والأبناء والشباب اللي احنا حريصين عليهم وعلى هذا الكيان العلمي انه يستمر، بغض النظر عن انه جامعه خاصه سوف تحول الى جامعه اهليه عند صدور القانون الخاص بذلك. ده موضوع ثاني، جامعات مهمه مستقبلا. انا لا اتكلم في القانون، واحترم جامعه النيل ومن يعمل فيها وطلابها فوق راسي بس. ده اما الجامعات الخاصه دي قصه ثانيه، ده تواضع العلماء. لا معلش، هنتكلم عن الجامعات الخاصه، يعني وقتنا بيجري، الحديث ممتع مع حضرتك. انا متشكر، بس يعني عاوز الجامعات الخاصه نتكلم عاوز اي حاجه نتكلم. حاضر، عينيا ليك. طيب ممكن حضرتك تشرب ميه لغايه ما نشوف في تغيير، لغايه ما نشوف اعلانات، ناخد نسبه في الاعلانات عشان سهران. ما عندناش اعلانات يا دكتور، الاعلانات زعناها قبل الحلقه خلاص. امال هنعمل ايه الوقت الفاصل؟ في تقرير بعض المصريين عايزين يوجهوا لحضرتك رساله، لما عرفوا ان سيادتك موجود معانا. احنا بقالنا يومين بنذاع التنويه، وطبعا بعض المواقع يعني الصحفيه والجرائد، ففي بعض الناس الحقيقه هيوجهوا حاجه للدكتور غنيم هنشوفها ونرجع نستكمل معاه حوار ربما في محور اخر بعد ان وضحت تماما الازمه التي قد تكون مفتعله حول مشكله ازمه النيل مع مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا. ونتمنى انه الساعات القادمه تشهد انفراجه لهذا الموضوع. نشوف التقرير ونرجع للاستاذ الدكتور.